فكرة صلة ما هو غير اقتصادي بالاقتصاد تتسع لتشمل ما هو أخلاقي، وبالتالي قدر أكبر من التجريد يشمل الأديان السماوية ومطلق الإيمان بوجود التزام أخلاقي حتى عند غير المتدينين قد يكون المدخل الأفضل. وكثيرون يرون أنه دراسة علاقة الأخلاق بالظواهر الاجتماعية هو العنوان الأدق من دراسة ظاهرة الدين بالعلاقات الاجتماعية. وما حرك الفكرة في ذهني في الحقيقة هو كتاب عن صلة الأخلاق بالاقتصاد وليس الدين بالتحديد، تمام، لفرانسيس فوكوياما. القراء العرب الذين يعرفون اسم فرانسيس فوكوياما ارتبط في ذهنهم بكتابي نهاية التاريخ الذي تنبأ فيه بأنه الشكل الحالي للتنظيم الاقتصادي في الغرب الرأسمالية هو خاتم مسيرة البشرية، واعتبر أن هذا الجيل هو الجيل الأخير ليس بمعنى العدد وإنما بمعنى الوجهة، أنه التاريخ سوف يستمر في هذه الوجهة إلى نهايته. هذا الكتاب أهم وأكبر حجما وأعمق، وهو في الحقيقة يشير إلى قضايا تهم كل المتدينين في العالم. يعني هو كتاب يمكن أن تعتبره عابرا للأديان، يمكن أن يقرأه المسيحي أو المسلم أو اليهودي فيجد فيه معطيات تمثل مشتركات عامة بين الأديان لها صلة بالاقتصاد. هو بدأ من قصة مهمة جدا والحقيقة أحب أتوقف عندها قبل ما ندخل في الأسئلة التفصيلية. المرحوم عباس العقاد رحمه الله من أوائل من تحدثوا عن قضية الثقة في الاقتصاد، وكان له تعبير ملك للعقاد، كان بيقول إن في حاجة اسمها ثقة البديهة. حضرتك لو ماشي في مكان وشفت مطعم عاوز تأكل فيه، لا يدفعك إلى أن تدخل في هذا المكان وتأكل وتدفع المال وأنت مطمئن إلا ثقتك بأن صاحب هذا المكان ليس لديه سبب ليقتلك بالسم. وبالتالي غياب ثقة البديهة، الحد الأدنى من الثقة بين بائع ومشتري أو بين مقدم خدمة ومشتري خدمة، هو السبيل الوحيد لأن يكون هناك تبادل منافع بين الناس. هو ده الاقتصاد رقم واحد، أن يكون هناك أطراف مستعدة لأن تتبادل المنافع، منتج ومستهلك، مقدم خدمة وشخص يحصل على الخدمة، أيا كان طبيعة السلعة أو الخدمة. الثقة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس أخلاقي. نعم. وبالتالي المدخل التقليدي الذي استقر عليه دراسة علم الاقتصاد في الدراسات الكلاسيكية داخل الجامعات وفي المراجع التي تعتبر مراجع يشار إليها بأنها مراجع موضوعية، تحدثت عن الموارد، عن عدد براميل النفط، عن عدد أطنان المواد الخام سواء كانت حديد أو نحاس أو غيره، وأهملت هذا الفاعل الإنساني الذي هو فاعل مرده الأول إلى الأخلاق، وأحد أسس الأخلاق هو الدين. وبالتالي النظرة المادية للكون أصبحت أمام سؤال واختبار حتى في الغرب. الرجل يعترف وهو ابن الحضارة الغربية وابن أكبر تجربة اقتصادية غربية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأمريكية، إنه التجربة بتؤكد أن الثقة رأس مال وأنها يمكن أن تنعكس في أرقام وأن أساسها أخلاقي. ده كلام جديد تماما على الفكر الاقتصادي الغربي التقليدي الذي عرفناه. حدثني عن الموارد، عن ما لديك من النفط، عن ما تستطيع صناعته من أطنان الحديد. الآن لدينا مدرسة جديدة في الغرب تتحدث عن أن الثقة والفضائل الأخلاقية والاجتماعية لها دور يمكن أن يعكس في أرقام. أو كما ذهبت حضرتك وبرضو صوب لي أو صحح لي أنه لا اقتصاد بدون أخلاق. إذا يقينا إذا ذهبنا هذا هو الدرس الأهم، وهو في الحقيقة ربما العلمانيون العرب أكثر تشددا في التعامل مع فكرة علاقة الدين بالاقتصاد وعلاقة الأخلاق بالاقتصاد من العلمانيين في الغرب، لأن العلمانية في الغرب في معظمها تقبل معطيات التجربة الإنسانية لا تتعامل معها بمنطق عدواني. لدينا هنا ثقافة نحتاج إلى تحليل أسبابها تتخذ موقفا عدوانيا مبدئيا من كل صلة بين الاقتصاد وبين العوامل الأخلاقية والدينية. وأحيانا ينتقل هذا الأمر ربما إذا ناقشت قضية الفن، يقول لك إنه الفن للفن، ما تدخلوش أي معايير أخلاقية أو اجتماعية أو إنسانية في الموضوع. السياسة يقول لك السياسة لعبة قذرة وكأنه بالضرورة الإنسان هو كائن لا أخلاقي. نحتاج في مثل هذه اللحظات إلى أن نقدم للناس دليل بسيط وعملي ومباشر ولا يخضع للتأويل من قلب الحضارة الأكثر نجاح. إنه هذا الغرب الذي لديه كل هذه المعرفة الاحترافية والأكاديمية بالاقتصاد، طيب، يتوقف ليقول تعالوا لنضع الثقة، طيب، ضمن معايير.